الجزائر هنا على أرضية ملعب 5 جويليا الأولمبي. هذا النهائي الذي يعود لملعب 5 جويليا الأولمبي بعد أن غاب في الطبعات الماضية منذ سنة 2007. هنا لعب سوبر جزائري على ملعب 5 جويليا الأولمبي بين مولودية الجزائر واتحاد الجزائر، وانتهى بفوز المولودية بثنائية مقابل هدف. من يتمكن من الظفر بهذا اللقب، الاتحاد أم الشباب؟ طبعا سنعرف هذا بعد 90 دقيقة بالتمام والكمال، وقد تفصل فيه ضربات الجزاء، وسنعلق على أطوار هذه المباراة بمعية الزميل طه شعبان الذي سيرافقني في التعليق، وكذلك الزميل هشام سعدودي من على خط التماس. مرحبا طه. مساء الخير بلال بناري، تحية لجمهورنا الرياضي الكريم. إذا مشاهدينا عبر تلفزيون الجزائر ساحرة إذن هي دقيقة صمت ترحما على أرواح بعض الشخصيات الرياضية التي صنعت الحدث. محمد شريف حناشي الرئيس السابق لشبيبة القبائل، وعبد الكريم مشيال مسير السابق لاتحاد العاصمة، ومحمد بوكاروح الرئيس السابق لرابطة ما بين الجهات. طبعا محمد بوكاروم رحمة الله عليهم جميعا. هذه تشكيلة فريق شباب بلوزداد أيها السادة والسيدات. جمهورنا الرياضي الكريم بمساوي توفيق في حارة المرمى، كدات شعيب، نساخ شمس الدين، بوشار، سفيان بولقوة، زين العابدين، تاريكات بلال، سيد أمير، دراوي، زكريا، بشو يوسف، كوكبو، مارسيلان البينيني، عبود سمير. في هذه اللحظات بالذات أعطى إشارة انطلاق المباراة الحكم أو الطبيب هو الذي أعطى إشارة انطلاق هذه المباراة تكريما للجيش الأسود الذي يقف في مجابهة هذا الوباء الذي ألقى بظلاله على العالم وعلى الجزائر. فرحمة الله على كل الشخصيات الرياضية وكل الذين افتقدناهم من السلك الطبي وكل من وفته المنية بهذا الداء، ونسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الداء وهذا الوباء. قموح يوسف بعد لحظات سيعطي إشارة انطلاق هذا النهائي، نهائي السوبر بين اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد. لمن ستكون بلال الكلمة؟ نعم هشام، إشارة الانطلاق. قبل ذلك طبعا بروفيسور بالحاج رشيد مدير الشؤون الطبية والشبه الطبية مصطفى باشا ومنسق خلية كوفيد برفقة مغيث عبد القادر كوفيد مانجر وشلالي عز الدين وطبيب الفاف السيدة مرش. فعلا هشام، انطلقت المباراة بالتواني ولمصلحة فريق شباب بلوزداد الذي يبحث عن اللقب، لقب كأس السوبر الثاني في تاريخه بعد أن توج سنة 1995 هنا أمام شبيبة القبائل على أرضية ملعب 5 جويليا الأولمبي. الهدف سجله منير ضوب. اتحاد الجزائر يبحث عن اللقب الثالث له
في السوبر والحوار الكروي بين الشقيقين وبين الجارين اتحاد الجزائر في هذا الديربي رقم 85 في تاريخ أو في كل المنافسات. يبدو بأنه من حيث الأرقام طه الاتحاد هو الأقوى من جانب شباب بلوزداد، ولكن الشباب هو حامل لقب البطولة الوطنية الكرة الأولى في هذه المباراة من جانب اتحاد الجزائر. نذكر بأن الحوار سيكون في رنسي على خط التماس بين فرانشيسكو تشيكوليني مدرب فريق اتحاد الجزائر وفرانك دوما مدرب فريق شباب بلوزداد. ننهي ثلاثي تحكيم المباراة كما قلنا: قاموح يوسف، عماري بو عبد الله، مزرهوني أكرم عباس هو المساعد الثاني، وعثمان لميا كلا أقول سابقة ولكن لأول مرة في تاريخ الكرة الجزائرية الحكم الرابع ستكون هذه الحكمة الدولية الجزائرية. إذن هي أول مباراة رسمية سيتم لعبها بالجزائر منذ توقف المنافسة في شهر مارس الفارط بسبب تفشي جائحة كورونا. نتمنى من العلي القدير أن يرفع عنا هذا الوباء، توقف لمدة 8 أشهر. اليوم السير بي وليسما سيقصان شريط عودة الروح للملاعب والدوري من بوابة كأس السوبر الجزائري. مباراة اليوم ستضع حدا لفترة توقف البطولة التي دامت 252 يوما كرة لصالح الاتحاد. اتحاد العاصمة يبحث اليوم عن تحقيق لقب آخر. اتحاد العاصمة نفس الشيء بالنسبة لشباب بلوزداد الذي في خزائنه 20 لقب. اتحاد العاصمة هو الآخر في رصيده 19 لقب، يعني 39 لقب فوق أرضية الميدان. كل فريق يبحث عن التتويج. الفريقان اليوم لهما قواسم مشتركة من حيث العراقة والتقاليد الكروية والقاعدة الجماهيرية الكبيرة. كل فريق يبحث عن التتويج بكأس السوبر الجزائري. كأس السوبر اليوم يجمع بين بطل الجزائر في موسم 2020 شباب بلوزداد وبطل الجزائر في الموسم الماضي 2019 اتحاد العاصمة. مباراة اليوم تلعب بين بطل الدوري الجزائري لموسم 2019 اتحاد العاصمة وحامل لقب كأس الجمهورية شباب بلوزداد لنفس السنة. كرة لصالح شباب بلوزداد، نقلات بين عناصر الشباب بولخوا، كورتو طويلة البحث عن المهاجم البنيني كوكبو، لكن التغطية الدفاعية حاضرة عن طريق عليلات يبعد الكرة مباشرة ناحية الأمام، تعود لصالح الاتحاد عن طريق زواري. زواري اللاعب السابق لاتحاد بالعباس ومولودية سعيدة يطمح للتتويج مع الاتحاد اليوم بكأس السوبر. بشار تروح الكرة لصالح الشباب والانطلاقة في أول هجمة لصالح الشباب، لكن التغطية الدفاعية حاضرة اللحظات الأولى. كل فريق لا يريد أن يجازف أكثر. شباب بلوزداد يطمح اليوم لتأكيد عودته القوية في الساحة المحلية، وهذا بعد فوزه في موسم 2018-2019 بلقب كأس الجزائر وتتويجه هذه السنة بلقب بطل الدوري الجزائري. بينما اتحاد العاصمة يريد أن يفتح صفحة جديدة بعد أن تسلم مقاليد الإدارة الرياضية القائد الأسبق للمنتخب الوطني عنتر يحيى وصاحب الهدف التاريخي في موقعة أم درمان. نتمنى له الشفاء من الكوفيد. نعم هشام، طبعا موقعة أم درمان التي احتفلنا بذكرها 11 قبل 3 أيام. الكرة لصالح فريق شباب بلوزداد، التدخل من دفاع الاتحاد، حكم المباراة يتدخل
في هذه البداية، أول مباراة تعود للعب بعد 8 أشهر من التوقف والتدخل بين ليلة المدافع القوي، وكان من أمام لاعب الشباب بشو يوسف يلعب كأساسي في مباراة اليوم. هذه المباراة رقم 85 بين الشباب والاتحاد في كل المنافسات. الاتحاد سبق وفاز في 31 مباراة سجل 97 هدف، والشباب فاز في 27 مباراة سجل 93 هدف. التعادل انتهت عليها المباراة في 26 مناسبة. نريد الأهداف، نريد الفرجة، نريد الإثارة، نريد الحماس. صحيح بأنه فيروس كورونا كوفيد-19 يخطف منا أرواح الأحباء والأصدقاء وكذلك روح المباريات. اليوم الأنصار الذين نفتقدهم على مدرجات ملعب 5 جويلية الأولمبي، وسنفتقدهم في البطولة الوطنية، ولكن أكيد بأنهم سيشجعون فرقهم من خلف الشاشة طبعا، والتلفزيون الجزائري سيكون حاضر وسيحاول إيصال الصورة الأنسب والأفضل التي تليق بمقام الجمهور الجزائري العريض. الكرة للاتحاد، مرحلة جس النبض بهذه التمريرات القصيرة بين حارس المرمى الذي يخلف في عارينو أليكسيس، هذا الحارس الشاب القادم من فرنسا يخلف اليوم لامين زيماموش الغائب والذي يعود تدريجيا، أكبر عنصر من جانب اتحاد الجزائر. 35 سنة لامين زيماموش سيكون هذا الموسم في تنافس كبير بينه وبين أليكسيس وكذلك الحارس الثاني. سيفور توفيق مساوي والآخر مستقدم جديد قادم من نادي بارادو بألوان شباب بلوزداد، يضع قايم رباح في كرسي الاحتياط. البداية الحذرة من الفريقين، هاي كرة صعبة لفريق صالح فريق شباب بلوزداد، انطلاق توغل راح زاد وزع. ماذا يقول حكم المباراة؟ ركلة جزاء، ركلة جزاء لمصلحة فريق شباب بلوزداد. انطلق ضلاوي زكريا ووقع في المحظور خميسية في هذه الدقيقة 8 من بداية المباراة. كموح قريب من اللقطة يعلن عن ركلة جزاء، تدخل قوي وقوي جدا، خملوا كما نقولوا بالعامية، هو والكرة هشام. ضربة جزاء ستمنح فريق شباب بلوزداد الفرصة من أجل التقدم في النتيجة، من أجل التقدم في المباراة المتوقفة منذ أن أخطأ بوشينا مصطفى من أمام ضراوي زكريا العائد إلى بيته فريق شباب بلوزداد. وبوشينا لم يلعب الكرة وإنما لعب ضراوي زكريا المتوج بكأس الجمهورية مع شباب بلوزداد والمنتقل إلى وفاق سطيف والعائد إلى شباب بلوزداد. من ينبري لهذه الكرة؟ من يتقدم لها؟ أمير سعيود، أمير سعيود وشباب بلوزداد أمام فرصة التقدم في المباراة في هذه الدقيقة 9. هل سيهز شباك أليكسيس كندوز؟ أمير سعيود هذا الفتى الذي لا يكبر والذي في سن 30 لعب 11 فريق، صدق أو لا تصدق، خارج وداخل الوطن. سعيود أمير اللاعب السابق للاتحاد يمنح التقدم لشباب بلوزداد. جول 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 جول، هدف أول لمصلحة شباب بلوزداد. بهدوء يضعها أمير سعيود بخبرة السنين وثقافة الأيام، يمنح التقدم لاتحاد الجزاء ولشباب بلوزداد في مرمى أليكسيس كندوز. وضع هاله على الجهة اليسرى والخطأ الذي وقع فيه بوشينا مصطفى اللاعب السابق والمدافع القوي لنادي بارادو. هدف كيف يرد عليه اتحاد الجزائر لأنه لدغ من الجحر، لدغ من الجحر اتحاد الجزائر. على كل أمام الوقت من أجل العودة في النتيجة يا طه يا شعبان. إذن هو أول هدف في هذه المباراة لصالح شباب بلوزداد بعد خطأ فادح في دفاع اتحاد العاصمة. سعيود يتمكن من افتتاح مجال التهديف في
دقيقة مبكرة ومبكرة جدا في الدقيقة 9. الآن راح نشاهد ردة فعل شباب بالوزداد، شباب بالوزداد الذي يسعى بطاقمه أو ردة فعل اتحاد العاصمة. كرة من هناك في الوسط لصالح الاتحاد عن طريق بالقاسمي، يستفيد من مخالفة من هناك، نقلات وتمريرات بين عناصر الاتحاد ممتازة من هناك ناحية بالقاسمي، محيوس يتفوق عليه بولخوا، كرة تروح مباشرة إلى تماس. كنت أقول شباب الوزداد يسعى بطاقم الإداري والفني إلى أن يبرهن كما برهن في السنتين الأخيرتين بأنه الشباب في الطريق الصحيح إلى تجديد العهد مع لقب السوبر الجزائري الذي غاب عن خزائنه منذ نسخة 1995 التي توج فيها على حساب الفريق الأكثر تتويجا في الجزائر، فريق شبيبة القبائل. مخالفة لصالح الاتحاد، مخالفة لصالح اتحاد العاصمة. من وراء الكرة؟ زواري أو بالقاسمي في التنفيذ، عودة كلية لعناصر شباب بالوزداد. حكم السيد قاموح يطلب احترام المسافة القانونية، تكون مخالفة. صعود جل عناصر اتحاد العاصمة، كرة تروح مباشرة إلى الركنية، كرة بالقاسمي ضعيفة تروح مباشرة إلى الركنية. بالقاسمي في التنفيذ من هناك، زواري توزيعة ممتازة والدفاع يتدخل ويبعد الكرة، ثم سعيود والانطلاقة من هناك. الحكم ما يقول ولا شيء في اللقطة الماضية، لا هناك مخالفة ضد مسجل الهدف الأول والوحيد إلى غاية الآن أمير سعيود. ها هي الإعادة، كان الخطأ من كودري، كودري المتوج بكأس السوبر مرتين مع اتحاد العاصمة ومرة مع مولودية الجزائر. كودري يبحث عن اللقب الرابع له شخصيا في نهائي كأس الجزائر الممتازة. فعلا طه هو متوج بعدة ألقاب، يعني يضاف إلى كؤوس الجمهورية حمزة كودري وكذلك البطولات الوطنية سواء بألوان المولودية أو الاتحاد. نعم بالفعل، ولكن في الكأس السوبر توج بها فقط ثلاث مرات. قليلة زائف كثير. اتحاد الجزائر طه سيحاول أن يرد على الفعل الذي قام به في فريق شباب الوزداد، التقدم في النتيجة منذ الدقيقة 9 عن طريق أمير سعيود اللاعب السابق للاتحاد ولدفاع تاجنات وللأهلي المصري وللأهلي الإماراتي وللعديد من النوادي داخل وخارج الوطن. الكرة للاتحاد في الخلف عن طريق بوشينا وكذلك بندين مهدي، واحد من المستقدمين في تشكيلة اتحاد العاصمة. هي الفرصة، المحاولة التدخل من الدفاع، ما زالت الكرة على الجهة اليمنى، يعود دفاع فريق شباب الوزداد ويقطع هذه الكرة. التدخل من حكم المباراة قاموح، قلنا بأنه أول نسخة من هذه المنافسة السوبر الجزائري تعود لسنة 1981 و900 ألف، وجمعت على ملعب 20 هوت بالعاصمة بين رائد القبة واتحاد الجزائر وانتهت المباراة بتتويج الرائد بثلاثية مقابل هدف من توقيع قبول الذي سجل ثنائية وكذلك حمادة. بما ورغم أن اتحاد الجزائر كان من سجل أولا عن طريق سليم بوطمين في الدقيقة الأولى، ويبقى أسرع هدف طبعا
مسجل في هذه المنافسة من توقيع لاعب الاتحاد سليم بوطمين الذي نحييه ونحيي كل الأجيال السابقة للكرة الجزائرية. جميلة هذه من أمير سعيد تودع على الأرض. التوغل الملاحظ طه أنه المباراة محصورة في وسط الميدان. في عزيمة أيضا لعين التنوح الذي وفته المنية هذا الأسبوع بطل الجزائر رفقة رائد القبة. هشام وكذلك لعائلة الحاج محمد بوكاروم العضو المكتب الفيدرالي السابق ورئيس ربط ما بين الجهات وكذلك المسير السابق للاتحاد عبد الكريم مشيا ويتقدمهم طبعا فقيد الكرة الجزائرية محمد شريف حناشي الرئيس الكبير والرئيس الذي ترك فراغا شأن المتوفين رهيبا في الساحة الكروية الجزائرية وكذلك الإفريقية. ألف رحمة تنزل عليهم وعلى كل موتانا. الكرة لمصلحة الشباب هذا كداد يلعبها مع بوشار في محور الدفاع يتقدم إلى الوسط يوجد البحث عن زكي دراوي. كداد على الجهة اليسرى بوشار سفيان اللاعب السابق ليوفق قسطيف وكذلك مولودية وران وشباب بلوزداد على مرتين واحد من بين أقوى المدافعين على الساحة الوطنية. كواكبو المهاجم الدولي البنيني من بين المستقدمين هو قادم من نادي حمام الأنف التونسي دولي بنيني من مواليد كوتونو. طبعا فيها العديد من الأسماء التي استخدمها سواء فريق شباب بلوزداد أو فريق اتحاد الجزائر وستمنح لهم الفرصة. بلال بنعم هشام وما الشارع بلوزداد يتساءل عن الصفقة اللغز بكير الذي وقع في الفريق منذ 24 أكتوبر. تحدثنا رفقة مسؤولي النادي يقول بأنه المشكل في عدم دخول اللاعب إلى أرضية الوطن. جاسمي لا يزال في تعداد الشباب. جاسمي أحمد أيضا من اللاعبين المتألقين هو الآخر غير موجود في قائمة شباب بلوزداد. هذا دراوي زكريا اللاعب السابق للمنتخب الوطني الأولمبي وأقل من 23 سنة واحد من الذين أعادوا المنتخب الوطني للأولمبياد بعد طول انتظار أولمبياد البرازيل واحد بين الأسماء المهمة طه في تشكيلة فريق شباب بلوزداد. إذن بعد مرور 18 دقيقة هدف دون رد لصالح شباب بلوزداد لمن ستبتسم كأس السوبر في نسختها 13. آخر فريق توج بها كان اتحاد بالعباس في الموسم ما قبل الماضي. كرة لصالح الاتحاد عن طريق بالقاسمي. بالقاسمي يبقى محافظ على كرته تأتي له المساندة من خميسية لكن الكرة تروح مباشرة خارج المستطيل الأخضر أو بن حمودة. سوء استقبال سوء ترويض للكرة. كل فريق يبحث عن الاستحواذ على معركة الوسط. كرة طويلة مباشرة من هناك البحث عن بشو. تغيير الجهة مباشرة ناحية الظهير الأيمن بولخوة زين العابدين. بولخوة شباب بلوزداد شفنا نقلات بين عناصره في محاولة لإخراج عناصر الاتحاد. تعود الكرة صالح الشباب عن طريق شمس الدين مساخ. شمس الدين مساخ معروف بانطلاقاته معروف بالمساندة الهجومية. أمير سعيد في وسط الميدان. أمير سعيد يبقى محافظ على كرته يكثر من المراوغة ويستفيد من مخالفة يعلنها الحكم السيد جموح يوسف. قبا الثقة مفروضة على سعيد من كودري. هذه المخالفة الثانية. كرة عاصمية من هناك طريق بالقسمي
نشيط في هذه العشرين دقيقة الأولى. بشو طلب الكرة، بشو يبقى محافظ على كرته ينتظر المساندة، ربما راح تكون التسديدة، لا اصطدمت بالدفاع وخميسية في إخراج هذه الكرة. اليوم مباراة صعبة بالنسبة للفريقين كيف لا، والفريقان منذ 8 أشهر لم يلعبوا مباريات رسمية، هذه أول مباراة رسمية. كرة لصالح الشباب عن طريق بشو، لكن تقص هذه الكرة دائما مد وجزر في وسط الميدان، غياب الحلول بالنسبة لحامل الكرة من الجانبين، بينما فريق شباب بن وزاد يبقى في تمرير الكرات من أجل إخراج عناصر اتحاد العاصمة، بما أنه فائز إلى غاية الآن بنتيجة هدف دون رد. وكرة لصالح الاتحاد عن طريق شتاء، شتاء الآن بالقاسمي، بالقاسمي يبقى محافظ على كرته، يأتي له كودري، كودري تغيير الجهة مباشرة من هناك ناحية زواري، زواري الآن كودري، كودري عليلات، عليلات أو بوشينا، كودري غياب الحلول بالنسبة لحامل الكرة. الكرة اصطدمت بالمهاجم البنيني كوكبو. عن فريق شباب الوزداد منذ أن سجل هدف السبق ربما انتشاره أصبح أكثر صرامة على أرضية الميدان، وما يصعب بين لعناصر اتحاد الجزائر التي تريد أن تخلخل ربما دفاع الشباب من خلال هذه التمريرات القصيرة، من خلال البحث عن التمريرات القصيرة والثنائيات هذه، ولكن الشباب ملتف حول حارس مرمى هو موزع على أرضية الميدان. تقريبا الآن نلعب 23 دقيقة منذ أن أعطى ممثل الجيش الأبيض اليوم إشارة انطلاق هذه المباراة التي تجرى في ظروف استثنائية طبعا يطبعها الكوفيد. دائما من وجه رسائل التشجيع ورسائل الشكر والعرفان للجيش الأبيض الذي يقف في الخطوط الأولى لمجابهة هذا الوباء، ولكن يبقى الوعي هو سلاحنا من أجل صده ورده. نعود للمباراة، دائما شباب الوزداد متقدم بهدف مقابل صفر ويحاول أن ربما يثير عناصر اتحاد الجزائر من خلال الحفاظ على الكرة، الانطلاق في الهجمات المرتدة، شيتا يحتج على حكم المباراة أو حكم التماس، ولكن قريب من كل اللقطات أعلن عن ركلة جزاء صحيحة في بداية المباراة تقدم بها أمير سعيود، ومنذ ذلك الحين لم نشاهد شيء يعني من الجانبين ولا فرصة، لا من جانب شباب الوزداد ولا من جانب اتحاد الجزائر. اللهم ركلة الجزاء التي سجلها أمير سعيود. طبعا بالنسبة للسجل هذا الكأس الممتازة توجت بها المولودية وتوج بها الوفاق وتوج بها الاتحاد في مناسبتين، وتوج فيها فريق شباب الوزداد وتوج فيها أيضا فريق وفاق سطيف وكذلك اتحاد بلعباس آخر المتواجين على أرضية ملعب مصطفى تشاكير أمام شباب قسنطينة. 4 ملاعب احتضنت نهائي السوبر، ملعب 20 أوت في أول نسخة، ملعب 5 جويلية، ملعب مصطفى تشاكير وملعب حملاوي بقسنطينة. يعود النهائي ليحط الرحال هنا بملعب 5 جويلية الذي كان شاهدا على العديد من النهائيات الرائعة سواء في كؤوس الجمهورية أو في الكأس الممتازة. أيام إن شاء الله تعطينا الانطباع هذه المباراة وهذا النهائي بأننا سنشاهد بطولة في المستوى من حيث الفرجة والإثارة، ولو أنه ليس من السهل على اللاعبين أنهم يعطوا منذ الجولات الأولى أفضل ما لديهم. هذا فرانك دوما المدرب السابق لأهلي برج بوعريريج ولشبيبة القبائل بألوان الشباب،
نستطيع القول، لا أقول بأنه كان محظوظ يعني بمجرد انتقاله لشباب بلوزداد توقفت البطولة في الجولة الثانية والعشرين الموسم الماضي، وبالتالي اللقب لشباب بلوزداد. وهو على كل حي العمل الكبير للمدرب القدير عبد القادر عمراني الذي كان يشرف على الشباب. إذن 55 لصالح اتحاد العاصمة، كرة طويلة والحكم السيد غاموح يقول مخالفة لصالح الاتحاد. مازال ما شاهدناش ردة فعل اتحاد العاصمة بعد هدف شباب بالوزداد إلى غاية الآن بعد مرور 26 دقيقة. مباراة متكافئة من الجانبين، لم نشاهد فرص من الجانبين، لم نشاهد الحملات الهجومية من الفريقين ما عدا فرصة تسجيل الهدف الأول والوحيد في هذه المباراة عن طريق ضربة جزاء التي سجلها أمير سعيود. كرة طويلة، البحث عن محيوس لكن رقابة لصيقة مفروضة عليه من اللاعب كداد شعيب. توفيق موسوي حارس السابق لنادي بارادو 29 سنة مرر من هناك ناحية بوشار وتوفيق موسوي كرته طويلة مباشرة إلى الأمام، البحث عن بشو. حكم السيد قابوح يقول مخالفة لصالح شباب بن وزداد. دائما انضباط تكتيكي من الجانبين. شباب بن وزداد انتشار جيد فوق أرضية الميدان إلى غاية الآن جانب الشباب. كرة لمخالفة لصالح شباب بن وزداد في التنفيذ الاختصاصي. أمير سعيود يمرر من هناك ناحية الدراوي كرته طويلة مباشرة إلى 55. كان طلب الكرة في العمق بشو عليلات خريج مدرسة اتحاد العاصمة. عليلات آدم 21 سنة، هذا اللاعب الشاب أمامكم على الصورة، مدافع محوري. عليلات مرر من هناك ناحية بوشينا، مستخدم من نادي باردو. البحث عن بن قاسمي أنشط عنصر في صفوف اتحاد العاصمة منذ بداية هذه المرحلة الأولى، يدور في مختلف أرجاء الملعب. زواري تسديده، كاد أن يخطئ الحارس توفيق موسوي في هذه الكرة، كاد أن يخطئ الحارس. شاهد هنا التسديدة كانت تبدو للوهلة الأولى سهلة لكن فلتت الكرة من يدي الحارس توفيق موسوي وتروح مباشرة إلى الركنية لصالح الاتحاد في التنفيذ. زواري والدفاع يتدخل ويبعد الكرة، تبقى دائما لصالح الاتحاد عن طريق زواري. زواري توزيعها مرة ثانية ودفاع مستميت من جانب شباب بن وزداد. اتحاد العاصمة يبحث، يريد أن يضغط في هذه الأثناء الاتحاد بعد مرور تقريبا 30 دقيقة. والحارس توفيق موسوي ثم التسديدة تعلو العارضة الأفقية، تسديدة تعلو العارضة الأفقية إلى غاية الآن بعد مرور 30 دقيقة. نشاهد أول محاولة خطيرة لصالح اتحاد العاصمة، ها هي الإعادة، إخراج الكرة من توفيق موسوي والتسديدة كانت من اللاعب أعتقد كودري بن حمودة أو بن حمودة. اتحاد الجزائر بدأ يشعر ربما باقتراب نهاية المرحلة الأولى. أولى المحاولات، أولى التسديدات وأولى التهديدات كان مرتبكا توفيق موسوي في المحاولتين الأولى والثانية. شباب بلوزداد متقدم في النتيجة والكرة تمر بين عناصر الاتحاد من الخلف من بندين وكذلك اللاعب عليلات وحتى خميسية. دفاع الاتحاد الشاب والصلب
تشكيلة اتحاد الجزائر لما تتحدث مع اللاعبين يقولون بأننا عنتر يحيى قنعنا بمشروع الفريق، تشبيب الفريق، العديد من التسريحات والعديد من اللاعبين المستقدمين. اليوم ثلاث لاعبين في اتحاد الجزائر يعني تجاوز سنهم 30 سنة، لامين زيماموش 35 سنة، كذلك حمزة كدري الموجود على أرضية الميدان 33 سنة، وزواري 31 سنة. اللاعب الوحيد الموجود في نهاية عقده يعني الموسم المقبل هو زواري، وبالتالي اللعب على المدى المتوسط، ولو أنه أنصار الاتحاد يعشقون التتويجات لأن فريقهم اعتادوا على تتويجاته، وهذه الكرة في العمق مباشرة. ولكن بلال، نعم، الاتحاد أصبح يشتري أبنائه مجددا فعلا بعد فتح عاشور، حتى أيضا سعد رضواني النصف تكوينه في صيف وفي الاتحاد. هناك الكثير من الأسماء، هناك الكثير من الأسماء التي تعكس السياسة الفاشلة لمسيري أنديتنا ليس في الاتحاد فقط. فعلا يعني العديد من الأسماء لما تكون شابة لا تمنح لها الفرصة، وبالتالي تسرح لنوادي أخرى، ومن بعد يعني الإدارة تكون مطالبة بأنها تقتني عقودها وترجعها إلى الفريق، وما يحدث مع اتحاد الجزائر والعديد من الأندية الجزائرية. الكرة بياتي التوزيع الأرضية ولكنها لم تأتي بالجديد. شباب الوزداد صامد، شباب الوزداد يلعب دفاعيا وينطلق هجوميا، الكل يدافع والكل يهاجم، يلعب ككتلة، يريد أن يثبت للاتحاد بأني بطل الجزائر وبأني أستحق اللقب وبأني سأستهل الموسم بلقب هو غائب عن الفريق. طبعا مشوار الفريقين في البطولة والكأس غني وثري. شباب بلوزداد متوج بألقاب لكأس الجمهورية على حساب اتحاد الجزائر، وكذلك اتحاد الجزائر متوج بلقبين لكأس الجمهورية على حساب شباب بلوزداد، آخرها سنة 2003 بملعب مصطفى تشاكير بالبليدة وسنة 88. ولكن الشباب يملك أكبر فوز في النهائي على حساب اتحاد الجزائر بخماسية مقابل ثلاثة كاملة رصع بها المرحوم الألماس، والبقية قميص شباب الوزداد بلقب كأس الجمهورية. اليوم الأمر يتعلق بكأس السوبر، المباراة انطلقت منذ 33 دقيقة، شباب الوزداد متفوق منذ الدقيقة 9 عن طريق أمير سعيد الذي يبحث في أتي الرائعة. هاي كرة جميلة، هاي ممتازة، يا سلام يا سلام، ما أروع الهدف، وزداد يضيف الثاني، أرسلان هذا الذي يضيف الثاني، كواكبو يتمكن من إضافة الثاني، الشباب زوج عند حدود الدقيقة 34. كيف لعبت وكيف سجل الهدف الثاني وكيف تمكن شباب الوزداد الذي كان يلعب شيئا فشيئا، راوغ وكواكبو على طريقة الكبار تخلص منه، اعطاه له امير سعيود، تفضل كل الكافيار، سجل الهدف الثاني، واصل البقية، ضمننا في النتيجة وضيف الثاني وضعف وخلينا نبتعد في النتيجة، لما لا نأمل بتتويج آخر نفتتح به شهيتنا لموسم سيكون طويلا وشاقا. وقال فرانك دوما بأن طموحي كبير هذا الموسم، وطموحي هو التتويج بالألقاب يا طه. فعل يجب أن ننوه بالعمل الجيد الذي قام به أمير سعيود، مرر كرة على طبق ناحية المهاجم الدولي البنيني كوكبو الذي تمكن من تسجيل الإصابة الثانية في الدقيقة 33 إثر عمل جماعي ممتاز من قبل عناصر شباب بلوزداد. اليوم الفعالية حاضرة من قبل عناصر وأشبال المدرب فرانك دوما، بالرغم من غياب الفرص السانحة للتهديف إلا أنه الفعالية حاضرة من جانب شباب بلوزداد، فرصة
خطيرة، يعني هدف بالنسبة لشباب بالوزداد الذي عرف كيف يسير هذه المرحلة الأولى. الشباب اليوم يطمح للقب الثاني في سنة 2020 بعد أن نال لقب بطل الدوري الجزائري. كرة طويلة لصالح الاتحاد بالقاسمي، تروح من هناك ناحية زواري، يبحث عن محيوس، تعود له زواري مرة ثانية. الاتحاد يبحث عن على الأقل تقليص النتيجة قبل الالتحاق بغرف تغيير الملابس. كرة طويلة واستماتة من دفاع شباب بالوزداد عن طريق كداد شعيب شتاء في الوسط. من هناك ناحية الظهير الأيسر خميسية، خميسية يطلب الكرة محيوس أو بن حمودة، لكن سوء تفاهم بينه وبين زميله. تعود الكرة لصالح الشباب، الشباب الكبير بألقابه وإنجازاته. شباب بالوزداد سبع كؤوس أو سبع بطولات، ثمن ألقاب لكأس الجمهورية، لقب لكأس السوبر، لقب كأس الرابطة الوطنية، وثلاثة ألقاب للكأس المغاربية للأندية البطلة. شباب بالوزداد بعد تأسيسه سنة 1960 بعد ثلاث سنوات تمكن من التتويج بالدوري الجزائري في رقم قياسي. كذلك سنة 1966 حقق أول كرة، قلت حقق أول ثنائية في تاريخ الجزائر المستقلة بتتويجه بلقب الكأس والبطولة. واليوم كنا نتحدث عن الأجداد، ونتحدث اليوم الأحفاد يفعلونها فوق أرضية الميدان، واليوم الأحفاد يبحثون عن تاريخ جديد، يبحثون عن كتابة تاريخ جديد بالنسبة لشباب بالوزداد، يبحثون متعطشون لألقاب جديدة. الشباب إلى غاية الآن متفوق بنتيجة هدفين دون رد بعد مرور 37 دقيقة من زمن المرحلة الأولى. هنا كان حوار كبير بين سمير عبود وكذلك حمزة كودري، بدأت ربما تشعل وتولع المباراة. شباب الوزداد متفوق بثنائية مقابل صفر، اتحاد الجزائر لم يتمكن إلى غاية اللحظة من مجاراة ريتم شباب الوزداد، ولو أنه الهدف جاء عكسي لأنه فرانك دوما يبدو بأنه مدرب محنك ورائع. كواكبو يا كواكبو، ماذا تفعل؟ مهاجم رائع لا يخشى خشبات المرمى، مهاجم ممتاز منذ لمستين أبان بأنه من طينة المهاجمين الكبار. يأخذ الكرة ويفعل بها ما يشاء، يراوغ بالسهل الممتنع، لا يقبل المدافع ولا حارس المرمى، رفعها وكأنه في حصة تدريبية. من هناك لم يصل عليها بشو يوسف، لم يتابعها، ولكن كواكبو هذا يبدو بأنه كبير. نعم، الأنانية مطلوبة في بعض الأحيان، كان هناك وقبو لو ضرب الكرة مباشرة في الشباك لكان الهدف الثالث لصالح شباب الوزداد، لأنه فضل التمرير ناحية زميله بشو يوسف. مستوى الاتحاد اليوم يطرح الكثير من التساؤلات. فعلا هشام، يبدو بأنه شباب الوزداد يسيطر بالطول والعرض. خلينا ننقل هشام التنافس للمدربين، لما لا نقول بأنه فرانك دوما متفوق تكتيكيا على فرانشيسكو شيكوليني، ومتفوق بثنائية مقابل صفر، وكاد يأتي الثالث، وكاد كواكبو هذا الذي سجل بطريقة رائعة الهدف الثاني، وكاد أن يضيف الثالث قبل اللحظات. اتحاد الجزائر هو الآخر، عنده بعض التغييرات، التدخل من قموح هنا، إصابة قوية، إصابة قوية قوي بين شيطة وتريكات، بلال تريكات، التدخل قوي. طبعا الصراعات الثنائية ستكون كبيرة هشام، لأنه قبل خمس دقائق عن نهاية هذه المرحلة الأولى اتحاد الجزائر سيدخل له نوع من التسرع، لأنه متأخر بثنائية مقابل صفر
أمام شباب بلوزداد. هذا هو مدرب الاتحاد فرانشيسكو تيكوليني المستقدم والمدرب السابق في نادي أجاكسيو. فعلا أجاكسيو وكذلك باسيا. هاو الكواكبو خدا كامل وقته راوغ حارس المرمى سجل الهدف الثاني وبحركة أكروباتية عبر عن فرحته بالهدف. ممتاز أنك تبدأ الموسم في أولى مبارياتك الرسمية بهدف وفي نهائي السوبر الذي ينذر بأشياء كثيرة إلى غاية اللحظة. إلى غاية اللحظة على العموم فريق شباب بالوساد أبان عن إمكانات كبيرة ومؤهلات كبيرة للاعبيه خاصة المهاجم البنيني الدولي كوكبو الذي سجل الهدف الثاني بطريقة رائعة ورائعة جدا. اليوم يعتبر المهاجم كوكبو بمثابة السم القاتل في دفاع اتحاد العاصمة في مثل هكذا مباريات. التحضير النفسي والبسيكولوجي مهم جدا في مثل هكذا مباريات. ربما الهدف الذي تلقاه الاتحاد في الدقيقة التاسعة هو سيناريو غير متوقع لأشبال المدرب تشيكوليني، أثر كثيرا على معنويات لاعبيه. ما شاهدناش ردة فعل حقيقية من جانب عناصر الاتحاد. خميسية كرة طويلة دائما سد منيع من كتاد وبشار في محور دفاع شباب بلوزداد والانطلاقة من هناك عن طريق بشو. بشو يحاول المرور عن طريق المراوغة ينتظر المساندة. بشو وشيتا يبعد الكرة مباشرة إلى التماس. شباب بلوزداد يسير أطوار هذه المباراة كما ينبغي إلى غاية الآن، ونحن نعيش الدقيقة 42 من زمن هذه المرحلة الأولى. شباب بلوزداد متفوق بدون أي مقابل 0. بلال تاركات عاد إلى تشكيلة الفريق. كنا نشاهد فرانك دوما رغم التقدم بدون أي مقابل 0 إلا أنه لا يريد أن يجلس على كرسي الاحتياط، يريد أن ينهي المرحلة الأولى بثنائية، ولما لا الثنائية الثلاثية بعد هذه الكرة الثابتة. إذن مخالفة لصالح شباب بلوزداد في التنفيذ. أمير سعيود، أمير سعيود كرة ضارية ممتازة صعبة خطيرة والكرة في أحضان الحارس أليكسيس قندوز. بلال نعم، آخر فوز للشباب بلوزداد على اتحاد الجزائر كان ديسمبر 2004 بهدف رويغية في مرمى عبدوني. منذ ذلك الوقت الشباب لم يفوز على الاتحاد في 5 جولات، 10 مباريات، 8 حالات فوز للاتحاد وتعادل. اليوم هو متفوق بنتيجة 2 دون رد إلى غاية الآن بعد مرور 43 دقيقة. طبعا للمعلومات أيضا هشام طه أطول سلسلة دربيات للاتحاد من دون هزيمة، وصلت إلى 13 لقاء من موسم 2008-2009 إلى موسم 2014-2015، وأطول سلسلة دربيات للشباب من دون هزيمة وصلت إلى 10 مباريات من سنة 96 إلى موسم 2002-2003. وبالتالي الفوز في الدربي سيكون مهم وطعمه رائع بالنسبة للأنصار. اتحاد الجزائر يبحث العودة في النتيجة ولكنها بعيدة. السيدة لمياء عثمان ستضيف دقيقتين. الحكم الدولية سنعرف الجمهور بها، صاحب 30 سنة من مدينة بيلفور بالحراج، حكمة دولية سبق وأن حكمت في مونديال الجامعي بالصين السنة الماضية، حكمت المباراة الافتتاحية كمديرة مباريات الربع النهائي ونصف النهائي، حكمت نهائي كأس إفريقيا بالمغرب السنة الماضية بين نيجيريا والكاميرون طبعا إناث، وحكمت أيضا بمباراة إقصائية لكأس العالم بين المغرب ومصر بمصر، وهي مكلفة بإدارة مباريات الفريق الرديف، يعني حتى يعلم الجمهور بأنها ليس أولى مبارياتها عند ربما عند الأكابر، ولكن في صنف الرديف هي دائما ما حكمت الدربيات خاصة، وهي حكمة دولية منذ
2018. اللحظات الأخيرة، الآن ندخل الوقت بدل الضائع من هذه المرحلة الأولى. فريق شباب بن وزاد عرف كيف يسير أطوار هذه المرحلة الأولى، بينما اتحاد العاصمة كان مردوده متذبذب في هذا الشوط الأول. الكرات الأخيرة لصالح الاتحاد، الحكم يقول مخالفة بعد عرقلة بن حمودة. كوكبو هشام طه المهاجم البنيني كوكبو سيكون له شأن كبير في بطولة هذا الموسم. أول بطاقة صفراء يمنحها حكم المباراة لنساخ شمس الدين من جانب فريق شباب بلوزداد. يبدو واحد من بين المهاجمين الذين كان يبحث عنهم شباب بلوزداد، الذي هو معني بالدور التمهيدي لكأس رابطة أبطال إفريقيا بعد أيام أمام النصر الليبي هنا بالجزائر. ومباراة العودة بداية ديسمبر المقبل ستكون على بدون شك بمصر. ومخالفة لصالح اتحاد الجزائر في التنفيذ، عبد الكريم زواري كورتو دائرية مباشرة من هناك. دائما في الكرات العالية يتفوق الحارس توفيق مساوي. هشام كم دقيقة ضفها حكم المباراة؟ دقيقتين. الآن نلعب الثواني الأخيرة من زمن هذه المرحلة الأولى. كرة زواري يبعدها الحارس توفيق مساوي. كل كرات العالية أصبحت مقروبة مقروءة ملعوبة بنفس الكيفية دائما، والحارس مساوي بنية مورفولوجية هائلة بسم الله ما شاء الله، 29 سنة هو تفوق في جميع الكرات. حارس دولي سابق سنة 2017 بالفعل بلال، تفوق في جميع الكرات العالية. وفي هذه الأثناء الحكم السيد قاموح يعلن على نهاية هذه المرحلة الأولى بتفوق شباب بلوزداد بنتيجة هدفين دون رد أمام الاتحاد. فعلا طه بثنائية مقابل صفر وقعها كل من أمير سيود في دقيقة 9 من ضربة جزاء، وكوكبو البنيني في الدقيقة 34. أيها السادة والسيدات جمهورنا الريادي الكريم، نعود ونلقاكم مع بداية المرحلة الثانية. الآن الميكروفون والعودة إلى الزميلة ليلى بن فرحات في الاستوديو المركزي، إن لم يكن لهشام تدخل. تفضل. فعلا معي بختي. قبل ذلك سي بختي، سيطرت على مجري الشوط الأول منذ البداية، كنت حاضرين مليح، كيف تقيم شوط المباراة الأول؟ الحمد لله، يعني اللاعبين طبقوا التعليمات تاعنا.